مساء الخير مشاهدينا الكرام، بنرحب بكم في لقاء يتجدد على شاشة النيل الأخبار على الهواء مباشرة من الآن وحتى قبل انتصاف ليل القاهرة بدقائق معدودة في من القاهرة. مساء الخير يا أشرف. مساء الخير نرمين. زي ما تعودنا من خلال هذا البرنامج بنقدم لكم أهم الأخبار، وبنقدم أيضا موضوعين حواريين بيكون معنا فيهم ضيوف. بنبدأ على طول الحوار الأول هيكون معنا النهاردة خاص بالتجهيزات الأمنية الخاصة بحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا حول المحكمة الدستورية وحول جميع أجهزة أو الأجهزة الحيوية في الدولة. واضح أن الداخلية استعدت بمجموعة كبيرة من أفراد الشرطة، أيضا بمجموعة كبيرة من الأجهزة الحديثة لتأمين هذا الحدث الكبير اللي هيحضره عدد كبير من وفود الدول العربية والعالمية. بالضبط يا أشرف. وفيما يتعلق بقى بالحضور، سواء الحضور العربي الإفريقي الدولي، هيكون ده يعني محور حديثنا في حوارنا الثاني بشيء من التفصيل حول أهمية هذا الحضور والزخم يعني الدولي الذي سيلقيه هذا الحضور على أداء عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية غدا لتولي مهام منصبه، بالإضافة إلى المؤتمر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم الاقتصاد المصري من الأصدقاء العرب. هنبتدي معاكم كده بقى استعراض سريع. تفضل يا أشرف. عندنا أول خبر من محافظة القاهرة وخاص برضو بالتجهيزات لحفل التنصيب غدا. محافظة القاهرة بتقول أنها انتهت بالفعل من تجهيز محيط المحكمة الدستورية وقصري الاتحادية والقبة. محافظة القاهرة أعلنت الانتهاء من هذه الاستعدادات الخاصة بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية وكذلك الحفلات التي ستقام في قصري الاتحادية والقبة. وقالت المحافظة أيضا أنها تمت فريق العمل اللي شكلته المحافظة لأعمالها والمتمثلة في تطوير كورنيش النيل حتى المعادي ومحيط المحكمة الدستورية وطريق العروبة وكوبري القبة ومحيط قصر الاتحادية ومحيط قصر القبة، بالإضافة إلى ميدان التحرير وكوبري 6 أكتوبر. بالطبع هنكون معاكم بكرة، وأكيد هيكون معنا نرمين نشرة مرورية عشان واضح تغطية إخبارية شاملة. تغطية تغطية طبعا أكيد للحفلة، ولكن أيضا هيكون معنا ناس من المرور برضو هيرشدوا المواطنين للطرق اللي تم تغييرها نظرا لهذه الإجراءات الأمنية المشددة. بالضبط. وفيما يتعلق بقى مشاهدينا بتغطية هذا الحدث يعني السياسي الهام، أكدت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار أنه تم وضع خطة تغطية شاملة بتشمل نقل وقائع أداء اليمين وأيضا نقل حفلي قصر الاتحادية وقصر القبة وبث مباشر من هذه الأماكن اللي تم تزويدها بوحدات بث مباشر وإذاعة خارجية وعدد كبير من المراسلين والمذيعين. أكدت أيضا صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار إلى أنه القطاع سيقوم بهذه التغطية على القناة الأولى والفضائية المصرية وصوت الشعب وقناة النيل الأخبار طبعا وقناة النيل الدولية أو نايل تي في وأخبار الإذاعة وراديو مصر حتى يتمكن كل مواطن من متابعة هذا الحدث السياسي الهام الذي تشهده مصر للمرة الأولى في تاريخها. ما زلنا في أخبار حفل التنصيب، ويعني من أهم الحضور في هذا الحفل سيكون غدا ولي عهد أبو ظبي اللي قال للرئيس عدلي منصور أن الإمارات ستظل على دعمها لمصر خلال الفترة القادمة. الرئيس عدلي منصور كان استقبل برئاسة الجمهورية بالمقر بمصر الجديدة سمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، واللي تقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس منصور على قيادته الحكيمة للمرحلة الانتقالية وعبوره الآمن بمصر، واللي اعتبره مكسب حقيقي للوطن العربي بأسره. من جانبه طلب الرئيس منصور نقل تحياته وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ما زلنا بنستعرض معكم مشاهدينا أهم الشخصيات التي ستحضر حفل أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية غدا إن شاء الله. فسوف تحضر هذه المراسم السيدة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة واللي غادرت بالفعل العاصمة اللبنانية بيروت قادمة إلى القاهرة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب كممثلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. تتولى ريما خلف منصب الرئيسة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة واللي يوجد مقرها في بيروت. الوفود الأفريقية أيضا سيكون لها تمثيل في حفل تنصيب الغد حيث وصل إلى القاهرة اليوم الرئيس أوبيانغ جوما موباسانغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وأيضا وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي ونديلي مانكور وزير خارجية السنغال ممثلا للرئيس ساكيسال أو ماكيسال في زيارة لمصر برضو هتستغرق يومين. أيضا وصل السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني ممثلا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في احتفالات التنصيب اللي هتجرى بالغد. وفي الوقت اللي بيتوالى في يعني قدوم هذه الوفود والشخصيات العامة المشاركة في أداء أو يعني في مشاهدة أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية غدا إن شاء الله، هناك أيضا برقيات تهنئة ما زالت تتوالى على الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي حيث تلقى عفوا برقيات تهنئة بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة من كل من توني ثانكينغ يام رئيس جمهورية سنغافورة وإمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان ونور سلطان نزار بايف رئيس جمهورية كازاخستان وبرونسلاف كومروفسكي رئيس جمهورية بولندا ودانيال أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا وإيلين جونسون سيرليف رئيس جمهورية ليبيريا وسنديسو نغوينا سكرتير عام تجمع الكوميسا. الخبر اللي جاي خاص بالدعوة السلفية. برهامي رئيس الدعوة الدكتور ياسر برهامي رئيس الدعوة السلفية بيقول ان الدعوة اتخذت هذه المواقف خلال الفترة اللي فاتت حماية للبلاد من الفوضى. دكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية قال ان الدعوة لو استدبرت من امرها لاختارت نفس المواقف التي اتخذتها، وأوضح خلال مشاركته بأحد مؤتمرات الدعوة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة أن الدعوة السلفية اتخذت هذه المواقف حماية للبلاد من الفوضى والانهيار، وأنه لم يتم اتخاذ تلك القرارات من أجل منصب أو جاه أو طلبا للتقرب من زعيم أو رئيس. يعني إذن مشاهدينا الكرام ده كان استعراض سريع لأبرز تطورات الأحداث كما رصدها فريق عمل من القاهرة اليوم السبت واللي بتصب في مجملها بطبيعة الحال على يعني الفعاليات المرتبطة بأداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي غدا اليمين الدستورية وأيضا حفل تنصيبه سواء في الاتحادية أو في قصر القبة. هنبتدي معكم إن شاء الله أولى حواراتنا اللي هيكون عن التجهيزات الأمنية لحفل التنصيب غدا، وهيكون معنا اللواء محمود زاهر. كونوا معنا. وسط إجراءات أمنية مشددة تجرى مراسم تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بأدائه اليمين القانونية في مقر المحكمة الدستورية صباح الأحد. القوات المسلحة بتنسيق مع قوات الشرطة والحرس الجمهوري وضعوا خطة أمنية محكمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية وقصري القبة والاتحادية ولتأمين خروج المصريين للاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد في كافة أنحاء الجمهورية. من جانبها تباشر الأجهزة الأمنية المعنية منذ عدة أيام تنفيذ خطة تأمين حلف اليمين للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بمشاركة كافة قطاعات وزارة الداخلية وأجهزة الكشف عن المتفجرات والمفرقعات.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أنه سيبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التأمين التي تشمل أداء اليمين الدستورية وحفلة التنصيب واحتفالات المواطنين في نفس اليوم، مشددا على أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة ستفرض قبضة فولاذية لضمان خروج هذا الحدث الوطني الفارق بشكل حضري يزهو به جميع المصريين. وأضاف وزير الداخلية أن المحكمة الدستورية بكافة أعماقها ومحيطها مؤمنة تماما بالإضافة إلى خطوط السير التي ستكون تحت السيطرة الأمنية الكاملة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ ومواجهة كافة الاحتمالات، لافتا إلى أن قطاع أمن القاهرة والأمن العام والحماية المدنية في حالة استنفار قصوى بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوى لحفل تنصيب الرئيس المنتخب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي سيبدأ تنفيذها غدا إن شاء الله، أو ستبدأ تنفيذها وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين هذا الحدث السياسي الهام الذي يعيشه المصريون لأول مرة ربما، وهو أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، ومن بعده احتفالات قصر القبة أو الاتحادية وأيضا احتفالات المصريين بشكل عام هي محور حديثنا في هذا الحوار. ويسعدنا أن يكون معنا اللواء محمود زاهر الخبير الأمني. مرحبا بحضرتك سيادة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بك سيادة اللواء. ويعني يا ريت تشرح لنا كده مثلا في ظرف زي ده تدريجات الخطة الأمنية بتبقى شكلها ازاي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. في من وجهة نظري هقول حاجات ما هيش مدرجة بالنسبة للناس أو ما هيش محسوسة، وعلينا كإعلام يدركوها ويحسوها لأنها أمنيا مهمة للغاية، ثم أنا أتحدث فيما هم متوقعينه وجزء منه هم يعرفوه. نمرة واحد حضرتك، إذا ما كان النوايا عندنا صادقة مع ما حدث أول امبارح والفرحة العظيمة اللي حصلت، يبقى قال بذكر الله تطمئن القلوب. إذا اطمئنت القلوب تطمئن القوالب. يبقى أول حاجة صدق نوايانا الأيام دي وبكرة في التأمين وما بعد ذلك. حينما يصدق النية البشر يصدقنا الله عز وجل، وده التأمين الحقيقي اللي كلنا متوكلين عليه. يبقى دي نمرة اتنين. نأتي بقى لتأمين الأسباب. احنا توكلنا على الله وصدقنا النية، علينا نأخذ بالأسباب. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. يبقى التأمين نمرة واحد حضرتك، لابد أن يكون هناك تأمين راداري عشان أي حاجة جوية. نمرة اتنين تأمين منطقة، عسى من يستأجر شقة، من يستأجر مكان، أنا بتكلم حتى خصوصا بالنسبة لي المحكمة الدستورية لأن هنا التأمين بتاعها هيبقى من صعوبة، بحيث إنها في منطقة وفي نيل والمنطقة اللي قصادها الناحية التانية مفتوحة ومكشوفة دي. مكشوفة. وبالإضافة إنها منطقة زراعية وفيها أماكن يمكن أن تستغل بطريقة أو بأخرى والمسافات قريبة. يبقى أنا عندي المسألة الجوية
غدريا بالهليكوبترز بالمشهد الجوي. بس ده من النهارده سياده اللواء، طائرات الهليكوبتر بتحلق في سماء القاهره بكثافه من النهارده ومن امبارح كمان. مرتفعات واطيه قوي. بالظبط. واطيه قوي او منخفضه قوي لاسباب كثيره بتبقى تكنيكيه في هذه الحاله. صحيح. اما التامين الارضي وده اللي برضه ممكن يسبب للناس بعض القلق او يتحملوه معلش عشان دي فرحتهم وتكمل بفضل من ربنا. ان شاء الله. فهيكون بالنسبه للطرق للاماكن المحيطه. اخر نقطه الانتقال بتاع الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي بالتاكيد هيكون هليكوبتر، مش هيكون ارضي. مش هيكون ارضي، هيكون عن طريق الهليكوبتر. هيكون هليكوبتر. بس هليكوبتر معلش عند المحكمه الدستوريه العليا في مثلا مهبط او حاجه زي كده ولا؟ معلوماتي حتى الان حضرتك انها هليكوبتر. ازاي هتنزل؟ هتنزل قريبه في مكان ما، وليكن المستشفى، ثم تروح انا ما اعرفش عشان في بعض العموم ما اعرفش، انما يبقى هليكوبتر. طيب يعني برضو بصفه حضرتك خبير امني، هل بتتوقع اي اعمال عنف من جانب جماعه الاخوان او انصارها لافساد هذا اليوم باي طريقه او بشكل او باخر، وافساد فرحه المصريين؟ الخط البياني حضرتك اللي بيديني ما بين ما تم من ضربات أمنية من القوات المسلحة والشرطة واستكمل قضائيا، وده شيء شديد جدا وصلهم لآخر مراحل المرحلة التالية وهي إثبات الذات. هذا الخط البياني دائما ما بيقول لي إنما كلما علي الأمن قوي واطمئن، كلما الآخر حب يثبت دائما أبدا في المناسبات وجوده بهدفين. ان انا موجود، نمره اتنين تعكير صفو الحاله. بالزبط. هذا لمسناه حضرتك في جميع المناسبات بما فيها اول امبارح، بما فيها امبارح في سيناء زي ما حضراتكم عارفين اللي حصل في العريش، كلها حاجات رفيعه قوي ولكن بتثبت انا موجود وانا برضو قادر ان انا اعكر صفو الامر. فاذا حته ان انا اتوقع، لازم اتوقع ولازم اعمل حسابات التوقع وبكل شده. طب سياده اللواء، يعني الاجراءات الامنيه الكبيره دي، واحنا بنتكلم عن المفروض ان بعد حفل التنصيب هيكون في احتفالات والجماهير يعني عايزين نقول لها ايه عشان ما تحجمش نتيجه الاجراءات الامنيه دي؟ مثلا ممكن ناس تخاف تنزل او تنزل اولادها يعني، او تفضل ان هي نتيجه التشديد او في الاجراءات الامنيه، او مثلا يعني حتى اتقاء لما سيحدث يقول لك ايه يمكن يغلط مثلا يفرقع صاروخ او حاجه، يفتكروا ان هو بيفرقع حاجه يعني يخبطوه بحاجه او يتضرب بالنار او حاجه زي كده. عايزين نطمن الناس ان بالليل بقى او بعد حفل التنصيب هيكون في احتفالات، وعايزين برضو نشدهم، هنحاول نجيب لهم حد من المرور عشان يقول لهم الطرق اللي يقدروا يسلكوها. هي المرور ده لازم يعني شيء مشكورين حضراتكم عليه، اما تعملوه ده ارشاد ليهم حتى خاصه الصبح عشان احتمال بعض الامتحانات. اما ان الناس تنزل ونقول لهم ايه، لا هي الناس نازله من دلوقتي ست اللي هو في ميدان التحرير من دلوقتي على الهواء. انا عندي 30/6 و3/7 و26/7، ده كان يوم عجيب الشأن يوم 26/7. تكرر حضرتك من 3 ايام وانا كنت حتى جاي هنا. لا لا لا، ناس ايه؟ وبعدين لازم برضه صحيح الاخر، لا بكره يوم استثنائي لان في وفود دول اجنبيه، وهيبقى اعتقد بقى الاستنفار الامني مش هيكون حتى زي كمان ايام الانتخابات دي. لا يعني هو الاستنفار الامني لتامين الوفود والرموز، لان دي اسم مصر على المحك فيها، دي مساله ما فيش فيها فصال واخده قمه الحساسيه في التامين. انما هو انا على ما اتذكر حضرتك سالت نامن الناس، نقول للناس ايه؟ ايوه. فلا بالزبط. الناس بنقول لهم يعني انسوا التامين اللي مالكوش دخل بيه، افرحوا كيفما شئتوا. مش بقى ناحيه هنامنكم ازاي او احتمالات ازاي، لا انا هقول لهم حاجه واحده، الاخر رغم ما اثبته من غباء الا انه عند النقطه دي دائما بيبقى ذكي. بقول لك لو وصل الخصام بيني وبين الشعب زياده عن كده انا نفسي مش عارف احميه، يعني الدوله ما تعرفش تحميه. صحيح. فهو فاهم ان ده شيء بره حدوده، ده غير ان حضرتك بالتاكيد كدوله واخد بين الناس بتنزل وعامل احتياطياتك، وشفنا الكلام ده حضرتك من 3 ايام يعني. وجهه نظرك المفروض يكون في فعلا نشره مروريه ترشد الناس، مثلا المفروض مثلا المتجه للاحتفال مثلا في قصر الاتحاديه يسلك كذا بدل كذا، خاصه ان في طرق هتبقى مقفوله، المتجه مثلا ميدان التحرير الاحسن مثلا يروح من على كوبري كذا بدل ان كذا مقفول، او طريق الكورنيش مقفول، حاجه زي كده. والله اتمنى
اتمنى حاجه تانية ان يتم الالتزام بما سيقال. لان مع الاسف ساعات بيبقى الانسان عايز يفرح بيتهاله ان الفرحه بتتيح لي اي حاجه تكسير كل الاحوال يبقى الاحتفال منظم. يا ريت طبعا احنا دي امور لما بنوصل لها بتبقى حتى الحاجه شكلها حلو وجميل، انما بنزل احتفل بتلاقي خلاص الشارع وقف، الدنيا وقفت، حتى اللي رايح هيشارك وممكن يكون مؤثر في الاحتفال او ضيف او خلاله ممكن بيبقى صعب وصوله، حتى عشان يكون شكلنا حضاري قصاد كل الوفود اللي ان شاء الله جايه تحضر. احنا ان شاء الله شكلنا حضاري على طول من زمان، من 7000 سنه وهنكمل ده باذن الله. بس هو انا مع حضراتكم، يا ريت حد من المرور يقول الكلام ان شاء الله، ده يكون هيكون على تواصل اكيد النهارده وبكره. هنحاول النهارده وهنحاول لو ما قدرناش النهارده هيكون معانا اكيد من خلال خدماتنا الاخباريه. لازم تكون في نشره مروريه عشان ترشد الناس للطرق اللي المفروض يسلكوها، خصوصا انه في امتحانات كمان شغاله. وخاصة انها خدمتنا الاخباريه. طبعا. طيب سياده اللواء، الخطه الامنيه بتعتمد على وزاره الداخليه بالتعاون مع القوات المسلحه، القوات المسلحه ايضا نازله بتشكيلات يعني خطيره، 3 سبعات وكذلك في ضباط وافراد بحث جنائي من قبل وزاره الداخليه. شايف حضرتك الزخم اللي بيطفيه هذا التشكيل الامني القوي على الخطه الأمنية بشكل عام؟ لا، ده هو كلمة زخم هتخلينا نتعدى حتى الحدود الأمنية كيفية عملهم. هتتعدى ده. يعني النهاردة عندي القوات المسلحة ما شاء الله عندي يعني استعدادات من حيث الحركة السريعة، من حيث القوات نفسها أو العناصر الأمنية المدربة على ما هو أعلى من أنه يواجه حاجات مدنية بسيطة أو فردية. هنا النهاردة اللي عايز أقوله أن قوات الشرطة بقى عندها دلوقتي من الفترة السابقة بتدريب وتدريب مشترك مع القوات المسلحة، عندها قوات حركة خاصة عالية جدا، عالية نشاط سريع. قصدي حضرتك نشاط سريع وقوات خاصة اللي هي بنسميها قوات مقاومة إرهاب مثلا، مقاومة إرهاب اللي تتعامل في الشارع تحت ظروف قاسية جدا ومتمرسة تماما طبعا. فده مهم لما نضيف عليها حضرتك هنقول بقى ضباط البحث الجنائي وما يعاونهم بعد ذلك من تشكيلات من الأمن المركزي. خدي بال حضرتك دائما ما بقول أو أقول إن الأرض بتكلم المتحرك معاه، بمعنى إن أنا كلما بتمرس كلما الأرض بتتكشف قدامي إزاي أتعامل معاه، العدو بتاعي أو عدو البلد أو المضاد أو الطرف الآخر مع الأسف بقى متكلس وبقى اسطمبة ثابتة. وده خلانا بفضل الله قوات مسلحة وشرطة إنها تتعامل بسرعة، اللي تم في خلال الفترة اللي فاتت صدقوني لو في بلد تانية أي دولة تانية ده كان خد مدة طويلة وخسائر فوق التصور. مصر مختلفة، فأنا يعني على يقين في الله سبحانه وتعالى وفي الأسباب أن الدنيا متأمنة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب سيادة اللواء اسمح لنا نطلع موجز ونرجع بعدها لاستكمال الحديث. مشاهدينا موجز مع زميلة هبة حسين، نعود بعده لاستكمال فقرات برنامج من القاهرة، فكونوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبنستكمل حوارنا حول الخطه التامينيه التي تقوم بها وزاره الداخليه بالتعاون مع القوات المسلحه غدا ان شاء الله. ويسعدنا ان يكون معنا في هذا الحوار اللواء محمود زاهر الخبير الامني. سياده اللواء بنرحب بحضرتك من جديد، واحنا برضو بنذكر الساده المشاهدين انه في خلال الموجز يعني نزلت تفاصيل عن الطرق البديله والمحاور المروريه، وانه طلبه الثانويه العامه يجب ان هم يكونوا في لجانهم قبل الساعه 8:30 تقريبا ان شاء الله عشان يوصلوا بالسلام يعني مع كل الدعوات والامنيات الطيبة ليهم. المخرج كان بيقول الساعة 7، يعني أحسن لكم تكونوا هناك بدري من الساعة 7 يعني. قبل حتى 8:30 بكتير. طيب سيادة اللواء، يعني هذه الخطة التأمينية وتأمين هذه الشخصيات وتأمين أيضا الجماهير المصرية في مثل هذا اليوم بيثير تساؤل أنه يعني ما دام احنا إن شاء الله عندنا القدرة، هذه القدرة التأمينية العالية، لماذا لا يكون ده مستمر يعني طوال الوقت على الأقل الفترة دي اللي مصر فيها بتحارب الإرهاب اللي فيه يعني جماعة وأنصارها بيستهدفوا الوطن في أي وقت وفي أي مكان؟ لا، أشكر حضرتك أن قدرتي بقى حضرتك توسعي دائرة كلمة الأمن والاستفادة منه، خاصة أن احنا قلنا أن احنا الآن في مرحلة تدريب عالية قوي.
إذن هكتسب منها مكتسبات كتير، سواء كنت أجهزة أمن، أجهزة دولة، أو أنا كفرد من الشعب. يعني إحنا كأفراد موجودين مواطنين، هذا الأمر المتبادل أمامنا أمنيا، وبنشترك فيه بطريقة أو بأخرى بمستوى أو بآخر، بيدينا النهاردة مكتسبات تدريبية جديدة. إذا أنا لما أجي أطبق بقى هذه الخبرات المتبادلة والمكتسبة لقوات الأمن بزيادة العدد والكيفية والنوعية اللي حصلت، بما أنا محتاجه وأصبح عندي وعي زيادة بيه، وكنت واعي ولكن بقى عندي وعي زيادة بيه، يبقى ده شيء عظيم قوي. ولكن أعتقد أن إحنا هيلزمنا كأي دولة وكأي مجتمع، لأن بالتأكيد مش كلنا هنبقى على ذات المستوى الانضباطي أو الوعي أو يبقى عايزين قانون، بس قانون بمعنى القانون يفعل بمعنى القانون. لأن حضرتك القانون حينما يصدر ولا يتم تنفيذه ينتقص زيادة عما لم يكن موجود، يعني لو مش موجود كان يبقى أحسن. يعني حضرتك كنت أثرت نقطة مهمة قوي بين وإحنا أثناء الموجز. القانون لما بيطبق، لو اتطبق على الكبير الأول، فأعتقد أنه حيسري على الجميع، لأن زي ما حضرتك قلت أحيانا في ناس مثلا بيغلطوا مروريا أو حاجة زي كده وبيخرج يقول أنت عارف أنا مين، أنت عارف أنا. لو اتطبق بقى القانون فعلا، لو الناس حست أن القانون بيتطبق على هذا الشخص اللي هو مفروض كبير، وأنه هو مفروض هو يكون أول من يلتزم بالقانون، أعتقد الناس كلها يعني بدون عصا ولا جزرة ولا أي حاجة هتمشي تبع القانون. حضرتك جبت الخلاصة. الكبير يعني، ما أنا عشان أبقى كبير يبقى كبير بأخلاقي، كبير بسلوكياتي، كبير في ان انا ابقى قدوة للاخر، وبالتالي يصبح ده كبير بتبعه. يبقى هو ده الكبير فينا، مش لما يغلط يرفع التليفون ويكلم كبير نقوم نجامل بعض، يبقى باظت. ما تنفعش. خلاص يدفع المخالفة في ساعتها فعلا تبقى قوانين حاسمة. انا غلطت ابقى غلطت. انا غلطت ابقى غلطت. وهنا في الحالة دي نمرة واحد ده حق دولة، نمرة اتنين حق مجتمع، نمرة اتنين الزام عليا اذا كنت بعتبر نفسي كبير وقدوة. لما غيري يشوفني بالطريقة دي يبقى على الاقل لو انا جيت في توقيت اقول له انت بتعمل غلط، ما هيقوليش ما انا شفتك وانت عامل الغلط قبل كده. هيعمل الصح بقى. قانون يبقى الكبير على كبير قبل الصغير، وهيخلي الكبير في مكانه. مش احنا بنطالب النهارده بنقول يجب الكبير يبقى كبير في مكانه، وعيب عايزين نرجع لاصولنا بتاع زمان ان الصغير يحترم الكبير ويوقره والكبير يرحم الصغير زي ما ديننا واخلاقياتنا قالت. اللي بوظها ايه؟ ان الكبير ما احترمش ان هو كبير. طب هل حضرتك شايف ست اللي هو ان احنا فعلا ان شاء الله في الفتره القادمه في سبيلنا لتطبيق القانون وان نصبح دوله قانون بالفعل على الكبار اولا او ذوي النفوذ والسلطه؟ لان احنا بقى لنا ربما سنوات طويله بنطالب بالامر ده، انه القانون يطبق على الكبير والصغير، من هو في له نفوذ او من هو في السلطه ومن ليس له نفوذ، الكل سواسيه امام القانون. حضرتك شايف انه ان شاء الله ده في سبيل بالفعل للتطبيق؟ كان نفسي حضرتك ما تسالينيش السؤال ده، لان مصداقيتي اذا جاز اللفظ هتلزمني بالاتي. انا مستبشر، عندي امل وعندي مكتسبات، وشايف داتا كتير جدا يمكنها انها تخليني اقول ان باذن الله هنبقى كده. ولكن في نفس التوقيت لازم اعترف ان ما زال عندنا امراض داخليه وعندنا مستهدفات من الاقليميه ومن الدوليه شديده جدا. صحيح. طب انا ما يهمنيش المستهدفات الخارجيه، لو بيتي سليم اقدر ابقى عندي قوه رادع وقوه صد وقوه تنامي. انما انا جوايا مرض وما زال جوايا مرض، وبين قوسين كده لو قبلتوا مني التعبيرات شويه تعابين وسحالي وحاجات لازم ننضف منها، دون اعترافي بان دي معوقات موجوده ودي صعوبات موجوده لانها مني. بتمرض المجتمع. ايوه طبعا. بتاثر عليه طبعا. يعني وده جزء منها الكبير اللي حضرتك بتذكره، ما هم كبار. طبعا. سواء كبار ماليا، كبار في مراكز، كبار في قبائل، سلطان او نفوذ. فدول موجودين. النهارده حضرتك بتشوف لمجرد انك حاولت تعمل قانون معين فئه معينه حربتك في البورصه بطريقه معينه، وما زال الحرب قائمه. رغم انك بتطلع قانون هيفيد المجتمع كله. انما احساس العداله يعني. ايوه طبعا. احساسي بان انا اتعودت ان انا اخد مديش، وان انا اكبر ما ينتقصش مني، ولا لما احب اعطي بمزاجي. الله، المساله ما هيش كده. امور الدوله وامور المجتمع وامور الدنيا، لما حتى بنقول دين، ما هو قال لك له حق في اموالك.
الفقير والمسكين ده له حق في اموالك، صحيح. مش مزاجك ده حقه، ولو ما طلعتش على كلامك مزبوط. اللي هو ان يعني فعلا ان يعني حتى الكبير عندنا مش هو اللي بيخرج امواله او هو اللي مثلا بيلتزم بقوانين الضرائب. لسه كان معانا يعني احد الخبراء الاقتصاديين وكنت بناقشه في الموضوع ده، فكان بيقول لي لا طبعا ضريبه 5% اللي هتفرض دي هتبقى على الاغنياء وكده. قلت له الاغنياء يعني حتى هم بيقدروا يعتمدوا على مكاتب محاسبه ومكاتب قانونيه ممتازه بتقدر حتى تطلعوا ممكن خسرانين، يعني ممكن يعني بيطلعوا هم نفسهم مثلا قدام الدولة خسرانين. اللي بيتاخد منه فعلا الضريبة او بيدفع ضريبة المجتمع هو الشخص الموظف او الشخص الفقير، وده فعلا زي ما حضرتك بتقول مش لازم يستمر، يجب ان تكون هناك آليات يعني لاخذ حق الدولة من كل غني وبالمعقول. وحضرتك اشرت النقطة في غاية من الأهمية، انا يعني ما حبهاش تفوت ولا يجب انها تفوت لانها حتى فيها ربما شيء من الاتهام. النهارده انا ما يكون عندي شركات وعندي محاسب، تمام، او مكتب محاسبه معتمد، لا يا مكتب يا محاسبه يا معتمد، ده انت احد مؤسسات الدوله قبل ما تبقى قطاع خاص. طبعا نمره 2 انت كبير. نمره 3 انا لما اجي لك اقول لك يعني سوري بالالفاظ اللي بتقال ظبط لي الميزانيه، مش حاجه اسمها ظبط لي الميزانيه. الله، ما انا كسبان ومسؤوليه اخلاقيه. أيوة. زيه بقى هنا زي المحامي زي المحامي. كلما النهارده تبقى محامي كبير ومحامي محترم ومحامي لك قدرك وفهمت في القانون ما يجب بصرف النظر بقى علاقاتك بتعمل ايه، لا الكلام ده ما يبقاش موجود. يبقى احنا النهارده ما بنقول كلمه الكبير حضرتك، ما الكبير كلمه عامه بقى. احنا لمسنا هنا ست اللي هو نقطه هامه جدا، احنا محتاجين بالتوازي زي ما انت قلت كده يا نرمين من خلال الفتره القادمه. مش معقوله هتفضل زي ما ست اللي هو قال المنظومه الامنيه موجوده على طول في الشوارع، احنا محتاجين بالتوازي معاها نوع من الضمير المهني. أيوة. نوع من الردع الذاتي يعني داخل المواطن، نوع من الفهم الضميري للقوانين نفسها عشان نقدر كمجتمع نجتاز الفتره اللي احنا فيها دي. اللي حضرتك او اللي حضراتكم بتلمسوه الحقيقه والله انا هي خرجت بره كلمه الامن اللي بقت ده امن على فكره، ده امن منتهى الامن. ده امن منتهى الامن، ده في صميم الامن. ايوه هو ده صميم. شوف حضرتك احنا بدانا الكلام قلنا ايه، لو احنا عندنا النوايا خالصه هيبقى علاقتنا بالله وبالتالي ده ينزل على الارض، وبالتالي رب العالمين هيكمل فضله علينا وهو فضل كامل وتام. ثم اخر حاجه قلناها الاسباب، صحيح. شوف حضرتك رجعت تاني بترجع بتقول انا لو انا فاقد هذه الامور بداخلي المساله صعبه، ابقى عايز بقى مش القانون، عايز بقى شيء تاني. طب انا عايز انقلك سياده اللواء لنقطه ممكن تكون حساسه شويه، لثوره 25 يناير وما بعدها اصلا، وبعد ثوره 30 يونيو، يعني ثورتين يعني ازاحوا نظامين، يعني حتى ما شفناش من ضمن الفعاليات اللي حصلت بعد كده حد طلع اعتذر قال أنا غلطت، أنا آسف للشعب، أنا أخطأت وأصبت، يعني ما شفناش الكلمة. يعني الحتة دي كانت ممكن على فكرة تخرجنا في مسار تاني خالص غير اللي احنا مشينا فيه بعد الثورتين دول. شوف الجمال اللي حضرتك بتقوله. ده بغض النظر سيادة اللواء عن القضايا ربما اللي رفعت، او بغض النظر ايضا عن الاحكام ايا كانت الاحكام اللي يعني تعليقها على احكام القضاء، بس هو اشرف بيتكلم على يعني فكره او مفهوم من الناحيه الاخلاقيه او الاعتراف بالخطا. الاعتراف والاعتذار يعني دي ممكن من كل بقى المؤسسات او كل من هو كان مسؤول عن اراقه دم مصر، يعني حتى بالمعاني او الخطا او الجهاله عشان ما نقولش القصد، لان القصد لازم هيبقى له حسابات اخرى. هنا علينا ندرك اما انا بعترف بخطئي ده عباره عن قيمه مضافه لي. الاخر او البعض اللي بيعتقد انه لما بيعترف بخطئه دي هتبقى قيمه سلبيه او قيمه اخذ من شكله العام، ده خطا. النهارده لو احنا خدناها دين حضرتك، ما هو ما بقول اتوب، بعد ما توب اصلح اللي افسدته، بعد ما اصلحه اقيم عمل صالح. رب العالمين قبل ده وقال لك ده خلاص بقى المساله بالنسبه للمجتمع ما بالك. يعني فعلا عايز اقول لحضرتك لمس نقطه مهمه جدا، يعني الكبير فعلا هو اللي بيطلع وبيقول انا غلطت وانا بعتذر
ولو علي حق عرب زي ما بيتقال أنا جاهز له. ده اللي بيتم في الدول الغربية الديمقراطيات المحترمة يعني. طب أنا ليه حاجة أقولها لحضرتك وبعتبرها يمكن في توقيت معين كنا بنقول عليها عيب قوي قوي. كلمة معلش هي لغة عربية جت من كلمة ليس عليه من شيء، مش كده؟ حضرتك ساعات بيحصل بينا في الشارع مع عربية حد حصل حاجة، أما أبا بينزل الإنسان اللي حضرتك أخطأ معك ده وهو مبتسم أنا آسف ما بقدرش أنا أتكلم بقى خلاص كده حق أنا تحت أمر بتقول له إيه؟ يا راجل كويس اتشرفت بيك اتفضل حضرتك وتقعدوا تتحازموا ومين يمشي قبل التاني بتحصل شوف الأدبيات أدبيات محترمة ولا يبص ان ايه التمن اللي ممكن خطأ او بس اعترف بالخطأ اديني احساس او مساحة انك اخطأت ومن حقي اخد الحق او ان انا تسامح فيه لو حصلت من كبير او حصلت من قدوة او حصلت من قيادة هتبقى نبراس عند الناس كل الناس اللي واقفين يتعلموا منها كل اللي واقفين يتعلموا وهو لو ادرك الثواب اللي هيعطيه او الثواب اللي هياخده من اعترافه ده الثواب بالقيمه اللي هيثبتها وهو ماشي ده انا مستعد انزل اعمل غلط بسيط واقعد اعتذر عشان اخد الثواب ده صحيح شفت حضرتك بقى الامن وصلنا لايه يعني احنا وصلنا لعمق فلسفه طبعا ده قلنا ده امن ده امن انك تامني وتامني من الداخل ومن التصرفات وكان ممكن نكمل فيه يعني لاخر الحلقه ولكن للاسف حوار جميل بس محمود زكي احنا مقيدين بالوقت شرفت بيك شكرا يا فندم حضرتك نورتنا شكرا سيدة اللواء محمود زاهر الخبير الأمني شكرا جزيلا شكرا فضلك أزلنا معكم مشاهدينا الكرام بنور بمشاركة عربية وأجنبية واسعة تجرى مراسم حفل تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والأجنبية المدعوة لحفل التنصيب واستعدادا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب بدأت الوفود المشاركة في الاحتفالية في التوافد على القاهرة استعدادا لهذا اليوم التاريخي كما أرسلت بعض الدول وفودا سياسية وأمنية للتحضير لحضور قاداتها حفل التنصيب المرتقب إجراؤه غدا الأحد بقصر القبة مؤسسة الرئاسة من جانبها وجهت الدعوة لقادة ورؤساء وملوك نحو 22 دولة لحضور حفل التنصيب وفي مقدمتهم من الدول العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وفلسطين بينما تم استبعاد 3 دول من توجيه الدعوة إليهم وهم قطر وتركيا وإسرائيل كما وجهت الرئاسة الدعوة لبعض الدول التي تترأس الدورة الحالية لبعض المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها اليونان الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وموريتانيا التي تترأس الدورة للاتحاد الإفريقي وإيران الرئيس الحالي لمجموعة دول عدم الانحياز ويؤدي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بحضور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إذانا بتسلم السيسي الرئاسة ليتولى بذلك فعليا مباشرة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام اذا حضور عربي دولي وافريقي لمراسم اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوريه غدا ان شاء الله وحفل قصر الاتحاديه وقصر القبه بغض النظر عن التمثيل الكثيرون يرون ان مجرد حضور هذه الوفود من هذه الدول هو يعني اعتراف ومباركه بالاستحقاق الثاني واختيار المصريين باغلبيه كاسحه وساحقه للمشير عبد الفتاح السيسي ليكون رئيس للمصريين. نحاول في هذا الحوار التعرف على دلالات هذه المشاركة وأيضا تقييمها من خلال يعني السفير أشرف حربي مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس مركز الخليج للدراسات. بنرحب بحضرتك سعادة السفير. نرحب أيضا بالأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بكما ونبدأ بسيادة السفير في يعني العرف الدبلوماسي. تقييمك لنوعية الوفود القادمة هناك وفود عربية هناك وفود
إفريقية، هناك وفود غربية وأمريكية. كيف تقيم تمثيل هذه النوعيات الثلاث؟ طبعا التقييم الأساسي أو الرئيسي هو التقييم على المستوى العربي، وده على أعلى مستوى. يعني احنا شايفين السعودية، ولي العهد البحرين، ملك البحرين، الإمارات أيضا ممثلة بعدد من الشيوخ، الشيخ محمد بن زايد حقيقي كمان، بعد كده عندنا الكويت أيضا، أيضا البحرين، سوري الكويت حقيقي أمير الكويت. يعني أنا شايف التمثيل هو التمثيل الخليجي على أعلى مستوى، فلسطين أيضا جاي سيد الرئيس الفلسطيني، الرئيس الفلسطيني. وبالتالي ده بنقول التقييم الأساسي أو الرئيسي اللي هو دول الجوار. هننتقل بعد كده إلى الدول الأفريقية، أيضا التمثيل تمثيل متميز جدا. وبعد كده بالنسبة للمنظمات الدولية أيضا التمثيل مشرف. إنما بصفة عامة التمثيل في المراسم رئاسة الجمهورية، التمثيل الأفريقي، التمثيل الأفريقي عندنا جاي رئيس دينية، جاي أيضا ممثل عن المنظمة الاتحاد الأفريقي، يعني رئيس شادي. يعني في عدد كبير أيضا من الرؤساء الأفارقة بيصلوا تباعا، يعني برضو عدد لا بأس به. وبعدين كما علمنا أن أول قمة أفريقية ستعقد سيدعى إليها إن شاء الله الرئيس السيسي في هذه المناسبة. التمثيل الغربي والأمريكي، التمثيل الغربي والأمريكي في الحالات اللي زي دي لا يهمنا أن يكون على مستوى رؤساء دول، انما ان يكون ممثلا. في الحالات اللي زي دي حضرتك تقصد ايه ان هو مش الاهتمام، يعني يعني احنا اهتمامنا الدائره بتاعتنا ايه؟ الدائره العربيه، الدائره الافريقيه، دول الجوار، هي دي اللي تهمنا. انما بالنسبه للتمثيل الامريكي او التمثيل الاوروبي، يعني اهلا وسهلا بندعوهم، اللي عنده يعني يحب يتقرب الى مصر اهلا وسهلا، اللي مش عايز يتقرب لمصر اهلا وسهلا. احنا بنتعامل بمستوى تاني خالص. استاذ اشرف العشري بقى، من موافق سياده السفير ولا ليك قراءه صحفيه فيما يتعلق بالتمثيل في حد ذاته؟ اعتقد ده بيعكس وجهه نظر المجتمع الدولي ببدايه عوده واعتراف بالدور المصري او بمكانه مصر مره ثانيه بعد غياب اعتقد من اكثر من 15 عاما، حاله من الانكفاء، حاله من الاغلاق. وبالتالي ارى ان هناك رغبه اكيده من قبل المجتمع الدولي حتى بما فيه الولايات المتحده الامريكيه والغرب تحديدا الاتحاد الاوروبي لان يتعاطى مع المسار السياسي الجديد في مصر من خلال علاقات جديه تصب في خانه ان يكون هناك مصالح استراتيجيه وهناك شراكه وطنيه او شراكه استراتيجيه في المستقبل القريب. ارى ان الاداره الامريكيه بالرغم انها ممثله في مساعد وزير خارجيه وايضا ومساعد وزير خزانه الامريكي وايضا الاتحاد الاوروبي ممثل بوفود رفيعه، الا ان هذا ايضا لا يعكس ان هناك حاله من الترقب والانتظار كما يعتقد البعض. لكن على فكرة لو وجدت البيان اللي صدر في الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي عندما تجد أن أوباما شخصيا قال أنه يتطلع إلى تعاون مثمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا يرغب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتجديدها وفتح آفاق جديدة في مستقبل العلاقات، وأنه سوف يهاتف الرئيس الجمهورية المصري أعتقد يوم الاثنين على أكثر تقدير. لكن له كان تذيلة أخرى، يعني متمنيا أن تسير مصر في الإطار لا الجزء الأخير ده الأمريكان دي اعتقد انها عباره مطاطه تستخدم دائماً مع كل دول العالم، لانه جزء من المفهوم الامريكي فيما يتعلق بالدستور الامريكي هي حقوق الانسان وايضا الحريه والديمقراطيه. اعتقد ان لدينا قضايا اهم في هذه المرحله، اعتقد ان هذا التمثيل وماله اصلا ده في مصلحتنا كمواطنين، مصلحتنا لكن احنا داخليا في الفصل الاول من اعتاب الوصول الى الديمقراطيه الكامله، واعتقد ان هذا محتاج ان يكون هناك تحديات كثيره نواجهها في المرحله الاولى، ثم بعد ذلك نبدا الولوج او الدخول فيما يتعلق بتوفير الاستحقاقات الخاصة. يعني هي تذييلة مقبولة من مقبولة جدا جدا ولا يوجد اعتراض. نحن الآن قمنا بثورتين في مصر كلهما قام على مبدأ واحد، حرية، العدالة، العيش، حرية، عدالة. أعتقد أن كل هذه المبادئ متفق عليها فيما يتعلق بثورة 25 يناير يتعلق بثورة 30/6. في حد ذاته هذا الحضور وهذا الاهتمام من قبل المجتمع الدولي سواء بالدوائر العربية أو الإفريقية أو الإسلامية أو حتى الإقليمية والأوروبية والغربية يمثل
افضل صوره او افضل دعايه للنظام في مصر وللسلطه المصريه او الحكومه المصريه وللشعب المصري من جديد بعد غياب وبعد حاله من الانقسام العمودي في وجهه نظر المجتمع الدولي، ما بين قال انها ثوره وان الجيش والمؤسسه العسكريه انتصرت لاراده الشعب، وما بين لعب او وقف في المنتصف الطريق وقال انه انقلاب، وان كما حصل في دول الاتحاد الاوروبي كما حصل في بعض دول الاقليم كتركيا ايران قطر كل هؤلاء، هذا الحضور الطاغي بهذا الاهتمام من خلال ايضا التأييد والاتصالات التليفونيه لرئيس الجمهوريه والبركات التأييد من كافه دول العالم، هذا يعكس ان هناك بدايه تصحيح للمسار في مصر من جديد، وان ما كان قائما في عهد جماعه الاخوان او خلال العامين الماضيين شابه كثير من الانكسار، كثير من التراجع، كثير من الضبابية في المشهد المصري الان. نعم. الصوره اصبحت مطرحه بشكل كبير. اخذ من كلام حضرتك استاذ اشرف، اسمح لي واتوجه بالسؤال لسعاده السفير، في اطار اعاده تصحيح المسار الذي تقوم به مصر، لم يتم توجيه الدعوه الى قطر او تركيا بالتاكيد لايصال رسائل ما الى هاتين الدولتين تحديدا؟ اسرائيل يعني. ايضا يعني بس اسرائيل لا تعنينا قوي يعني دخلنا، يعني خليني اتحدث بشكل مفصل عن قطر وتركيا. هل ستعي الدولتان الرسالة من عدم توجيه الدعوة ليهم؟ هل هناك أي إمكانية أو أمل في تغيير مواقفهم أم ماذا يعني ترى حضرتك؟ وطبعا الموقف المصري أعتقد هو موقف صائب جدا، أن هاتان الدولتان لم تظهران خلال الفترة الماضية أي استحقاق إيجابي ناحية رغبة الشعب المصري في تعديل المسار بتاعه، أو رغبة الشعب المصري في أن النظام السابق، النظام اللي كان فيه التيار الإسلامي يتحكم في مصر، لم يقف مع الشعب المصري بل وقف ضد الشعب المصري. وده طبعا منظور ضيق جدا سواء من تركيا أو سواء من قطر، لأنهم هم يعملوا أو هم في أعتقد أنهم في مسارات القوى الإقليمية ومسارات القوى الدولية، هم مجرد يعني عوامل بسيطة يتم تحريكهم من الخارج. ده الموقف. وبالتالي أنت لما تكون هناك دولة لها شخصية وتتعامل معك كدولة لها شخصية اعتبارية دولية، أنت تتعامل معها بالمثل. إنما عندما تكون دولة تمشي في فلك دولة أخرى أو قوة إقليمية أو قوة دولية بتعمل ضد مصالح الشعب المصري، أعتقد أنها لا تستحق أن توجهي لها دعوة. صحيح. لشخص رئيس الشعب المصري كله ذهب في الانتخابات وأعطاه صوته، ليس لي أي تعليق آخر غير كده. طيب سيادة السفير، اسمح لنا، حينضم إلينا الآن من واشنطن الأستاذ أحمد صوان، عضو اللجنة الاستشارية في الكونجرس الأمريكي. هو هنا هو عاد توه من الولايات المتحدة. نعم. أستاذ أحمد، يعني كيف رأيت التمثيل الأمريكي في هذا الاحتفال؟ مش بقارة، يعني معقول جدا، والأهم من التمثيل أن أمريكا بتعيد المظهر، وأمريكا زي ما قلت قبل كده هتعيد المساعدات في فترة أقل من يعني أسابيع، أقل من أسابيع، لأن هم احنا في موقف قوي جدا جدا، رئيس منتخب ديمقراطيا لسه لم يعني ليس لها مثيل لا عالميا ولا تاريخيا، نسبة عالية جدا جدا جدا، ودوت بيديله قوة وبيديله مركز عالمي قوي جدا. فانا اعتقد ان جميع الدول هتهرول لمصر زي ما توقعت قبل كده، كل الدول هتيجي تهرول دلوقتي، ما عندهمش حاجة يقولوها، احنا عندنا رئيس ديمقراطي، عندنا ماشيين على خط الطريق، ماشيين على الطريق الصح. طب استاذ احمد، يعني اسمح لي، يعني لو كنت تابعت الصحف والاعلام الامريكي وهو يعني عنصر هام جدا هناك، يعني هل رايت من تغير؟ يعني انا شخصيا فتحت بعض المواقع كثير قوي من الصحف، يعني ما يعني ما شفتش تغيير كبير قوي في نظره الاعلام الامريكي لما يحدث في مصر، بل بالعكس هناك انتقادات، كيف تراه؟ شوف، اولا برضه هكرر يعني ان الاداره الامريكيه والكونجرس اعترفوا ان الثوره وبيؤيدوا الحكم الحالي لحد كبير جدا، لكن الميديا بتحاول تضغط على الدول العربيه بوجه عام وتضغط على مصر بوجه كيف نستطيع ان نغير ذلك؟ يعني ما الذي يجب علينا ان نفعله؟ وهو الاعلام الامريكي هو ليس اعلاما امريكيا فقط، هو اعلام عالمي، كيف نستطيع يعني التاثير عليه خلال الفترة القادمة؟
شوف الاعلام الامريكي ده حاجه لوحده خالص غير الاعلام العالمي. يعني الاعلام الامريكي دوت يعني 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 في حاجات كتير ده فن الكذب. يعني انا بسميه ساعات فن الكذب وازاي تحول الكذب لحقائق. لكن بعض لكن اوروبا مثلا لحد كبير بيلتزموا بهنيه في الدعايه يعني او في او في او في الميديا. فدي هتتغير ازاي؟ هتتغير بوجود مصر قويه، بوجود دول عربيه قويه، بوجود ان احنا بنفرض نفسنا على الاخرين بتصرفاتنا. النهارده وضع مصر اختلف خالص خلال كذا يوم. وضع مصر اختلف، النظره لمصر اختلفت. كل دوت هيأثر في الوقت اللي جاي يعني ان شاء الله. نعم، الاستاذ احمد صوان عضو اللجنه الاستشاريه في الكونجرس الامريكي، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. هو يعني حضرتك ما سمعتش معنا بالظبط، سعاده السفير هلخص لحضرتك، هو تحدث عن انه اهم من التمثيل موقف امريكا اللي في سبيله للتغيير، على اعتبار انه مصر خلاص يعني اختارت رئيسها بشكل ديمقراطي وعلى امريكا ان تتقبل هذا، وهي بتقوم بالفعل بتقبل هذا الامر. وفيما يتعلق بوسائل الاعلام تحدث انه ربما وسائل الاعلام ايضا يعني ستحاول او يعني هي في سبيلها ايضا للتعاطي مع الوضع القائم في مصر. واهم حاجه مصر مصر قويه بموقفها برئيسها، وده ان شاء الله المفروض يعني تكون عليه مصر في الايام القادمه. طيب حضرتك شايف بالفعل انه يعني ربما يرى البعض ان احنا لا يعنينا الحديث عن دائما نظره العالم الغربي تحديدا او الولايات المتحده لمصر، علينا ان نستمر نحن هنا في داخل الدوله المصريه للتقدم للتطور لبناء دوله حديثه ديمقراطيه بالفعل، ولا يعنينا كيف ينظر الاخرون الينا. البعض الاخر بيرى لا، انه لابد في يعني هذه التفاعلات الدولية لابد أن يكون أيضا لمصر يعني قدم وساق في هذه التفاعلات، وبالتالي يجب وضع نظرة الولايات المتحدة تحديدا لمصر في الاعتبار إلى أي الفريقين أو الطرحين. حضرتك شوفي يعني هقول لحضرتك حاجة، لا يمكن الاستغناء عن العلاقات المصرية الأوروبية أو الغربية أو العلاقات المصرية الأمريكية. دي علاقة شراكة، علاقة تعاون، علاقة لا يمكن أن احنا نجد أي مخرج ليها غير أن يكون هناك مسار بنمشي عليه ومسار صحيح بنمشي عليه. طبعا لا شك أن ما حدث في مصر لم يكن على هوى الغرب ولا على هوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الرفض من المسار المصري أو من جانب هذه المؤسسات أو هذه الدول شيء طبيعي. يعني أنت خرجت عن المسار المرسوم الذي كان يجب ان يكون عليها الشرق الاوسط. نعم. لان انت الفاعل الرئيسي في هذا في هذه المنطقه. وبالتالي يعني المحاور التي كانت يبنوا عليها مستقبل منطقه الشرق الاوسط انهارت في 30 يوم. انهارت تماما. فطبيعي ان يكون هناك فتره يعيدوا اتزانهم، يعيدوا تفكيرهم، يروا مصر من زاوية أخرى. وفي نفس الوقت مصر يجب عليها أن تعمل أيضا على أن تكون على هذا على هذه المسؤولية وعلى هذا المستوى حتى نستطيع أن نتقارب مع هذه الدول مرة أخرى بصورة كبيرة وبصورة خلاقة، بصورة يعلم فيها جيدا أن الشعب المصري ليس شعب هين، هو شعب حضاري، هو شعب يعرف مستقبله ويعرف طريقه. دي مهمة جدا. نعم. الحاجة الثانية، هناك جهود، هناك عمل دبلوماسي دؤوب قامت به وزارة الخارجية وقام به سفرائنا في الخارج خلال الفترة الماضية، وإلا كنا لم نجد أي مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي أو من المنظمات منظمات المجتمع الدولي. يعني عند هذه النقطة تحديدا وتعطي تقريرا جيدا عن الانتخابات المصرية. طب اسمح لنا نعود لهذه النقطة تحديدا، بس يعني معنا عبر الهاتف من الكويت الشيخ يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ومؤسس خليجيون يحبون مصر. بنرحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا، وانا سعيد جدا ان اكون ضيف عندكم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا يعني كنا في بدايه حديثنا بنشيد بالتمثيل الخليجي انه على اعلى مستوى لدعم وايضا ل يعني مباركه اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوريه غدا ان شاء الله. كيف تتابعون يعني هذا الحدث الذي بتشهده مصر لاول مره ودلالات هذه المشاركه الخليجيه يا فندم؟ اولا يعني انا اهنيكم واهني الشعب المصري وان اهني انفسنا باختيار الرئيس عبد الفتاح رئيسا لمصر، وهو يعني زعيم في كل المواصفات
التي نحن يعني أنا عند مقابلتي معاه احنا طلبنا أن يرشح نفسه ليس زعيما لمصر بل هو زعيما للأمة العربية وقائدا لها، وهذا نتمناه. كذلك أوجه التحية الكبيرة جدا لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الكبيرة ومواقفه النبيلة وأشقاء الحكام، يعني الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت وملك البحرين والملوك. اليوم ما تتصورين مدى فرحتنا ورمزنا وعزنا وأميرنا، وهو مصر، ولأول مرة احنا من خلال التاريخ الطويل نرى حكام الخليج وكل الشرفاء بالعالم تحضر لمباركة اختيار الشعب المصري لرئيسهم. احنا في فرحة عارمة نتمنى ان تدوم هذه الفرحة. وانا يعني استمعت قليلا لضيفك العزيز، نعم، وهو يعني يقول عن اوروبا وامريكا. انا اقول عندنا احنا امل انه مسافة السكة واوروبا اوروبا وامريكا هتيجي الى مصر. هنالك شعب حضاري، هنالك شعب عظيم، وهنالك اختيار بشكل ديمقراطي. لا يستطيع احد ان يشكك بهذا الاختيار على الاطلاق. يشكك يعني يروح يشرب من البحر يعني. فهذه حقيقة نحن سعداء جدا. احنا كذلك في خليج يحبون مصر، هذه التجمع الخليجي الذي الآن وصل عدده أكثر من 600 شخص من كل أبناء الخليج، احنا داعمين كل الدعم لحكومنا، واحنا معاهم ونشد من أزرهم لمساعدة مصر وللوقوف مع مصر. احنا عمقنا هو مصر والجيش المصري. نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، وبنشكر يعني جميع ابناء الخليج على هذه المشاعر الطيبه ونثمنها ونقدرها الى اقصى درجه. بنشكرك الشيخ يوسف العميري رئيس بيت الكويت للاعمال الوطنيه ومؤسس خليجيون يحبون مصر. شكرا جزيلا يا فندم. بنعود الى ضيوفنا والاستاذ اشرف العشري، وكنا بنتحدث مع السيد السفير اشرف حربي عن موقفنا من اوروبا، وهو اثار نقطه مهمه جدا اصلا ان هو يعني مصر كان بتخطط لها بعد ثوره 25 يناير، وده راي قطاع عريض جدا من الناس انها تتقسم او شرق اوسط جديد او تفتيت ما هو مفتت او غيره اصلا. بينما احنا يعني التعليقات الاوروبيه حتى التصرفات الاوروبيه، يعني لما الاتحاد الاوروبي يرسل بعثه تقيم الانتخابات المصريه وتصدر تقريرا يعني أقل ما يمكن أن نقول عليه أنه متوازن، تلقى رئيسة البعثة هذا النوع من المعاملة المهينة في أحد المؤتمرات، لما الرئيس الأمريكي مثلا بيقول كلام كويس جدا عن المسار في مصر وبيتمنى أن المسار الديمقراطي يعني يتعزز خلال الفترة. ليه إحنا حساسين جدا وبنصدر المسؤولين بيصدروا خطاب للداخل، بينما هم لما يخرجوا في الخارج بلاقي خطاب مختلف تماما. يعني خطاب وزير الخارجية في الولايات المتحدة للشعب الأمريكي وللسياسيين الأمريكيين كان مختلف تماما عما يصدر هنا من خطاب تجاه الولايات المتحدة. لماذا هذا الانفصام؟ أعتقد مفيش انفصام حضرتك كما تقول. أعتقد أن المسألة فيها نوع من سوء الفهم بين الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي في لحظة منذ لحظة 30/6. أنت تعلم تماما أنه كان هناك كما قلت وأؤكد انقسام في الموقف الأمريكي. الإدارة الأمريكية لعبت طيلة الثلاث سنوات الماضية منذ سقوط نظام مبارك وحتى هذه اللحظة على إيجاد بديل من التيار الإسلامي يستطيع أن يصل إلى قصر الاتحادية أو قصر الرئاسة في مصر نيابة عن القاعدة، حتى يستطيع أن هذا التيار أن يستطيع يحصل عملية ترويض للتنظيمات الإرهابية ويكون هناك محطة أو على الأقل منصة في سيناء كما نعلم تماما، يكون هناك أيضا مكان بديل كل التنظيمات الإرهابية. أستاذ أشرف، وأنت كصحفي أعيدك إلى المكالمات الهاتفية التي أخرجتها إحدى الصحف الخاصة هنا ولم ينفيها سيادة المشير طنطاوي بين وزير الدفاع الأمريكي والمشير طنطاوي، وهو حذره من وصول التيار الإسلامي إلى سدة الحكم وأخذ طمأنة منه أنهم لم يصلوا، ولم ينفى هذا الكلام حتى الآن. إذا نأتي الآن ونقول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد هذا التيار منذ اللحظة الأولى عندما سقط نظام مبارك. كان لدى صانع القرار في الإدارة الأمريكية أن
على الأقل إسقاط عن أيوم من الطيارات يستطيع أن يلعب دورا كبيرا في الاستحواذ على المشهد السياسي. إذن هي تتعامل مع الأمر الواقع. أمر الواقع. مع أنهم الأكثر تنظيما من وجهة نظرهم، وأنهم الأكثر حضورا والأكثر قدرة على الملائمة أو إحداث نوع من التوازنات داخل المجتمع المصري، وأيضا الحفاظ على مصالح أمريكا في المقام الأول والمصالح الأمنية الإسرائيلية. وهي ما قالته الإدارة الأمريكية على طيار الإخوان المسلمين باعتبارهم أنهم الطيار يشكلون من وجهة نظرهم الرافعة السياسية أو الحاضنة السياسية للمصالح الأمريكية الإسرائيلية، ويستطيع أن يحرص كما قلت وأكرر عملية ترويض للتنظيمات أو الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ومن هنا قدمت كثير من الرشا المالية أو الرشا المالية وكثير من الدعم السياسي حتى وصل هذا التنظيم إلى مقر الحكم. بفشل هذا المنظوم أو هذا المشروع للتيار الإسلامي السياسي في مصر، الولايات المتحدة أصبحت في ورطة كبيرة، لأنها سددت كثير من الأموال ووفرت حاضنة أوروبية وأمريكية، وأيضا استطاعت أن تقنع دول كثيرة من العالم كتركيا تحديدا حليفة ومناصرة الولايات المتحدة في المنطقة وفي الإقليم، الشرطي الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بجانب إسرائيل أن يوفر حاضنة سياسية لهذا التنظيم. عندما سقط هذا التنظيم الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت أن هناك حالة من لا أقول لخبطة لكن حالة من الارتجال في مواقفها. منذ سقوط مبارك كانت لا يوجد لدي قناعة أو ترمومتر لقياس ماذا سيفعل الشعب المصري. عندما أيضا جاء جماعة الإخوان، إذن لماذا لم تحافظ على مبارك نفسه وهو كان أحد، وبالفعل لم تحافظ على جماعة الإخوان لأن إذن هي تتعامل مع الأمر الواقع. كبير في السياسة الأمريكية في عهد أوباما، كل الذي طرحه في خطاب القاهرة منذ 6 سنوات عن الحفاظ على الدول الأمريكية وأن تقف أمريكا على مسافة قريبة من مصر وكل العالم العربي لم يتحقق منه شيء. أعتقد أنها كانت أضعف إدارة فيما يتعلق بالتعاطي مع قضايا الإقليم ومصر والشرق الأوسط، بدليل أنها لم تفلح في قضية واحدة، لا السلام تحققت ولا الاستقرار في العراق ولا الاستقرار في أفغانستان ولا أيضا ضمنت أمن منطقة الخليج أو على الأقل في ضوء التقارب الإيراني الأمريكي. طيب ولكن تفضل. طب يعني في ظل هذا الارتجال اللي حضرتك قلته فيما يتعلق بإدارة أوباما، طبعا ما أنا هاخد برضو رأي سيادة السفير دلوقتي، كيف تتوقع بقى تعامل أوباما مع عبد الفتاح السيسي في الفترة القادمة، وبغض النظر عن الخطابات الدبلوماسية أو العبارات الدبلوماسية؟ ما حدث في 30/6 وترجم واقعيا إلى تنفيذ الاستحقاق السالم لخريطة المستقبل وخريطة الطريق، لعب دورا كبيرا في تغيير البوصلة الأمريكية باتجاه التعاطي مع مصر من منظور جديد ووجهة نظر جديدة، ستترجم في القريب العاجل خلال أسابيع بأن يكون هناك حالة من الاندفاع أو اندفاع أمريكية باتجاه تطبيق العلاقات وعودتها مع الإدارة المصرية الجديدة ومع الرئيس الجديد بمجموعة عبر مجموعة من الأسس أو الآليات، وأيضا البحث في إمكانية تنفيذ الشراكة الاستراتيجية التي تحدث عنها أوباما وهي موجودة من أيام مبارك لكنها كانت معطلة، وبالتالي أرى أن هناك تغير ما وتغيير باتجاه البوصلة الأمريكية باتجاه مصر خلال 2 أو 3 شهور على أكثر تقدير، لأنهم وصلوا إلى قناعة بشكل ويقين كبير أن هذا التغير كان من صنع الشعب المصري والإرادة المصرية، وأن الإدارة الأمريكية اعترفت بصريح العبارة أن هذه الانتخابات كانت إيجابية للغاية وكانت شفافة، لم يحدث تزوير، لم يحدث تدخل من الحكومة، لم ترع كثير من العراقيل أمام المرشح الآخر حمدين صباحي، وبالتالي هم اعترفوا بين الخارجية لهذا الأمر. طيب. هذا التطور سينعكس إيجابا في قادم الأيام لأن الاتحاد الأوروبي الذي كان يلعب ظهير أيضا سياسي الولايات المتحدة الأمريكية اعترف مبكرا وشارك في صنع هذا العرس أو هذا من خلال الوفد المتبعي. بالطبع فيحدث تطوير قادم لكن مسألة وقت. طيب سعادة السفير، هل تتفق مع أستاذ أشرف العشري بأنه بوصلة الإدارة الأمريكية في سبيلها للتغيير والتعاطي بشكل مختلف مع عبد الفتاح السيسي أو مع النظام الجديد في مصر في الفترة القادمة؟ طبعا أنا يعني في جزء كبير طبعا من التحليل بتاع الأستاذ أشرف نتفق عليه جميعا. الإدارة الأمريكية ستتعامل، يعني ستتعامل أبت أم لم تبقى. سيتم طي صفحة الإخوان المسلمين خلاص دلوقتي احنا بشكل تام يعني جديدة. المصالح الأمريكية ليس لها دين وليس لها وطن وليس لها مفهوم غير مفهوم المصلحة فقط. يعني ده هذا الكلام يعني دايما بنراه في السياسة الخارجية الأمريكية ليس فقط مع مصر، مع أي دولة في العالم. النقطة اللي أمامنا هي أن احنا أمام تحديات كبيرة حتى مع الإدارة الأمريكية ومع العالم الغربي. التحديات الكبيرة دي هي بتمثل المفهوم الاستراتيجي للمنطقة اللي كان الإدارة الأمريكية والغرب كان ذاهب أو دافع دي، اللي هي قضيانة الشرق الأوسط. يعني إيه؟ يتحول الشرق الأوسط والخليج إلى قضايا
ونزاعات مشاكل يعني فيما بينهم ويجدوا من فاعل رئيسي او دوله تستطيع ان تكون من دول الجوار بقى الاقليمي ان تكون هي المؤثر، ثم تستطيع الولايات المتحده الامريكيه والغرب ان يتحكموا من ورائها في هذه المنطقه. يعني هذا طبعا كان المشروع الامريكي او المشروع الغربي في تحويل الشرق الاوسط الى قضايا والى ملفات والى نزاعات والى طوائف، زي ما احنا شايفين في سوريا يعني في ليبيا الشرق الاوسط وبالذات المنطقه مصر والخليج. مصر والخليج ان هم دول القوه هنا، القوه البشريه هنا، الموقع الاستراتيجي هنا، الموارد، النفط، الطاقه في السوق، المال في الخليج. وهذا ضد المصلحه الامريكيه وضد مصلحه اسرائيل. وايضا ابعدنا عن القضيه الرئيسيه، القضية الفلسطينية. احنا دلوقتي بقينا نتكلم عن ايران، اللي خايفين من ايران بس. طب وفين اسرائيل؟ يعني بعدوكي كمان عن القضية الرئيسية بتاعتك اللي هي القضية الفلسطينية. طب تحديدا احنا لما نيجي نتكلم لازم نتكلم بمفهوم استراتيجي. طب في الشأن الايراني نتكلم بحاجة يعني تحت في الشأن الايراني سيادة السفير، تحديدا عفوا المقاطعة، وانت يعني قد اثرت هذه النقطة، كيف يجب ان تكون عليه العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة القادمة، خاصة أننا نرى خلال هذه الفترة تقاربا خليجيا تقوده الكويت مع إيران، يعني من منطلق المصالح. يعني حضرتك، أنا كنت سفير مصر في البحرين 4 سنوات الماضية، وطبعا المسألة الإيرانية أو الشأن الإيراني كان هو من الملفات الرئيسية، لأن البحرين هي الدولة التي تعمل فيها إيران وتضغط علي على الدول الخليج كلها من داخل البحرين لوجود عدد كبير من الشيعة. طبعا وايضا الموقع الاستراتيجي، الموقع يعني ليس فقط ذلك يعني. وبالتالي ايران كدوله او كقوه اقليميه لا شك في ذلك. وايضا من الناحيه الاخرى تركيا، يعني ده محور مهم جدا وعامل اساسي يجب ان ننظر اليه دائما في علاقتنا مع هذه المنطقه. حضرتك بتقول ان حصل دلوقتي تقارب خليجي ايراني، لا، هو في علاقات متوازنه ما بين الخليج وايران على مر السنوات الماضيه من منطلق المصالح، من منطلق المصالح، من منطلق الموقع، من منطلق الجيره، ومن منطلق منظمه التعاون الاسلامي، ومنطلق ومنطلق ومنطلق، وفي سفير هنا وسفير هنا وكل حاجه. ولكن العلاقات محدده بالمصالح ومحدده بالواقع الاقتصاديه تحديدا، الاقتصاديه والتجاريه والانسانيه وكل شيء. ولكن هناك عامل رئيسي يجب ان ايران لها هدف ايضا، وهو تكوين الامبراطوريه الصفويه، يعني عايزه تمتد، عايزه تشيع المنطقه، عايزه يكون ليها، ونجحت فعلا في العراق وعندها في سوريا وعندها حزب الله طبعا. وعندها تعامل مع حماس كانت ايضا، يعني كان ليها تاثير، عندها العراق، عندها سوريا، وعندها لبنان. طيب بس ده لا يمنع انه الدول الخليجيه تعاملت مع ايران من منطلق المصالح، ومنطلق المصالح خارج اطار الامبراطوريه الصفويه، ومنطلق ايضا انها تعلم ان هذه القوة تسعى الى كسر هذه القوة الخليجية حتى تستطيع ان تسيطر على المنطقة بالكامل. وبالتالي هي التفاف، هي نظرية الالتفاف. نظرية الالتفاف السياسي معروفة، يعني ده يعني هو اذا المصالح هي التي يجب ان تحكم العلاقات ما بين الدول في الهدف الديني في ايضا، الهدف الطائفي او الهدف المذهبي، صحيح، يعني ده مهم جدا، وده اللي احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نعمل فيه ان يكون هناك محور مصري خليجي. يعني جميل، ده مهم جدا في هي مجموعة طبعا من الملفات والقضايا الهامة على اجندة الرئيس القادم، سياسي، اقتصادي، عسكري، امني. طب استاذ اشرف العاشري، وقتنا انتهى، يعني كلمة اخيرة استاذ اشرف. اعتقد ان اي تقارب مصر ايران لن يتم الا من خلال مجموعة من المعالجات الجديدة تتعلق بالحفاظ على امن الخليج في المقام الاول، وان تقدم ايضا طهران مجموعة من الضمانات لمصر انها ستغير تجاه التعاملات او التعاطي الذي سلكته منذ اغتيال السادات حتى هذه اللحظة، لأن هناك شكوك في العلاقات من 79 حتى هذه اللحظة بتوجد علاقات رسمية، لأن هناك مخاوف وشكوك، هذا لن يتم إلا إذا أثبتت إيران حسن نواياها وقدمت كثير من التطمينات. وأعتقد أن هذا الأمر مرهون
بأن يكون هناك أيضا تطمينات لدول الخليج في المقام الأول، وأن تتخلى إيران عن كثير من مشاريعها وأهدافها في منطقة الخليج، وتتخلى عن سياسة التمدد والتوغل سواء في سوريا أو في لبنان أو حتى لدى كثير من المزارع. ولكن بعيدا عن هذه التطمينات، ألا يصلح أن تكون هناك علاقات براغماتية من قبل مصر يعني في إطار مصالحها التجارية مع إيران؟ أعتقد أن ليس لديك مصالح مع إيران تجارية. نسبة التمثيل التجاري بين مصر وإيران منذ تم قطع العلاقات ضعيفة نتيجة قطع العلاقات. بالضبط كده، وبالتالي عليك في المقام الأول في الشأن الإيراني أن تعمل العلاقات السياسية قبل أن تتحرص على العلاقات أو على العلاقات الدولية. وأعتقد من هذا الأمر لديك أيضا مخاوف من صلاح العبارة أمنية كثيرة، لأن تذكر أن أحمد مري عندما كان وزير الخارجية أعلن رسميا أن العلاقات ستعود خلال يومين. الأجهزة الأمنية في مصر في ذلك الوقت عام 2003 وعام 2004 تنخلت وأوقفت هذا المد، لأن هناك أيضا أسئلة كثيرة لم توفر إيران إجابات عليها. وأعتقد أن هذا الأمر مرهون بأن تقدم إيران كثير من إجابات على أسئلة مصرية عديدة تتعلق بمصر والأمن القومي المصري والعلاقات مع مصر. هو موضوع إيران والكثير من المواضيع الأخرى إيران وتركيا في حلقتنا النهاردة، وأكيد لينا لقاءات كثيرة مع عهد جديد في مصر إن شاء الله. نشكركم جزيل الشكر السفير أشرف حربي مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس مركز الخليج للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر أيضا للأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا. نشكر حضرتك هنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج مباشر من القاهرة، قدمناها لكم من قناة النيل الأخبار. غدا حلقة جديدة، فريق عمل جديد، موضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة النيل الأخبار. إلى اللقاء.